خدنا السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع محمد السبعي. شكرا بزاف للدعم ديالكم لقناة محمد السبعي اللي مشترك معنا، كنشكروه بزاف. اللي مازال ما مشتركش معنا كنقولوا ليه اشنو كتسنى، دير واحد الاشتراك وفعل الجرس باش تبقى توصل ان شاء الله بجديد اخبارنا. الحلقه ديال هذا الصباح غتكون حلقه اخباريه بامتياز، فيها جوج ديال الاخبار. الخبر الاول متعلق بلجنه اوروبيه عاليه المستوى اسست في بلجيكا من اجل دعم الحكم الذاتي، تفاصيل غادي نشوفوها في هذه الحلقه. كذلك غادي نتكلموا حول تنفيذ الجزائر لوعيدها بقطع الغاز على اسبانيا بالرغم من تطمينات كذبون غير من الاسم ديالو كتعرفوا واش كيكذب ولا كيتكلم بالصح. تفاصيل مهمه زائد اخبار اخرى غادي نشيروا لها في هذه الحلقه، تابعونا من الاول حتى الاخر. مشينا مع محمد السباحي. خدنا تحيه مجدده قبل ما ندخلوا للتفاصيل ديال المواضيع اللي تكلمنا عليها، غادي نجبد لكم واحد التدوينه ديال حفيد الدراجي. حفيد الدراجي كتب على المنصه ديال تويتر او على الحساب ديالو في تويتر القاء القبض على فتاة جزائرية مرابطة في المسجد الأقصى والاعتداء عليها من طرف سلطات الاحتلال. هذا زعما منشور يبين بطولات الجزائريين في الأقصى، يعني الجزائريين استطاعوا أنهم يمشيوا حتى الأقصى ويعني يديروا هذه الحويجات بالفعل ماشي بالكلام. حنا كنا نؤاخذهم بالكلام وبانكم غير كطابيو في تخبوا ورا لي كلافيت تكتبوا ها هما الجزائريون مشاو سيدي المسجد الاقصى. بنت بقات مرابطه، يعني بغات تحرر القدس بقات مرابطه في مسجد الاقصى، وحتى جاءت سلطات الاحتلال واقتادتها الى المعتقل او الى السجن. هذه الصوره ديال حفيظ الدراجي، نمشيو نجبدوها لكم صوتا وصورة وغتلاحظوا واحد الامر عجيب غريب معنا. وخا هي صوتا وصورة عملية اعتقال هذه الفتاة اللي كانت مرافقة ديال الاخ ديالها، يعني كان مع اخوها. ها الفيدييو. هذه زوجتك شفيتني ان ماي سيستر وي ار فرنش سيتيزن مسلم. وين فروم؟ فرنسا. يا عاود بلاتي نسمعوا. واش جزائري شنو قال ملي سولوا على الجنسيه ديالو؟ شنو قال لي؟ مسلم. وين فروم؟ فرنسا. يا اي فانت يو يس دي سولدر جو دير هير. هذا عالم شاب من الجزائر عايشين في فرنسا، ضربوه واخته كسروه واعتقلوا اخته. سمعتوا واش قال ليه مزيان ملي سولوا على الجنسيه ديالو؟ قال ليه فرنسي. وحفيظ الدراجي كاتب لينا جزائريين. يا اما وحده من الجوج، يا اما هاد الناس لا يعترفون بانهم جزائريين او بانهم فرنسيين، او انهم اللي مشى تما وخاف يقول انا جزائري وبدا كيقدم راسو او نفسه على انه فرنسي. الله يجازيكم بخير، حاولوا انكم تركزوا معنا مزيان واش جزائريين ام فرنسيين، لان هاد لا بقيتوا كتقولوا بانكم فرنسيين فهذا يعني اعتراف منكم باصلكم الحقيقي، الاصل الفرنسي. نمشيو للتفاصيل ديال المواضيع ديالنا ديال اليوم، ونبداو بالموضوع ديال بدايه قطع الغاز على الجزائر. واحد الصحيفه كما كتشوفوا معنا اللي هي سميتها بيزنس سنايدر، اللي هي صحيفه اسبانيه وتهتم بعالم الاقتصاد والبيزنس، نشرت واحد الرقم مهم جدا، رقم كيبين حجم تدهور العلاقات الجزائرية الإسبانية على الأقل من الجهة الجزائرية. الرقم اللي هو انخفاض شحنات الغاز من الجزائر إلى إسبانيا بنسبة 20.2% من نهاية مارس إلى بداية مايو الجاري، يعني في ظرف شهر فقط انخفضت الشحنات ديال الغاز من الجزائر الى اسبانيا باكثر من 20%.
يعني الأمور أصبحت معقدة. إذن بدأت الجزائر تنفذ وعيدها كما قالت الصحافة، في حين ولو أن كذبون في اللقاء ديالو الشهري قال لهم فليطمئن الإخوة ديالنا الإسبان، راه ما غاديش نقطعوا لهم الغاز. القضية اللي ما بغاتش تفهم لي أنا، دابا الجزائر نتوما ما علاقتكم؟ ياك أنت كتقول أنا ما عنديش علاقة بالصحراء، ياك الأمم المتحدة عيطت عليك باش تجلس في الموائد المستديرة كتقول أنا ما عنديش علاقة بالصحراء. الصحراء شأن بين البوليساريو وما بين المغرب، إذا أنت لاش مدخل راسك لهذه المشاكل؟ تعترف إسبانيا ما تعترف، مالك؟ ما علاقتك؟ هذاك واحد يعني بغى المشكل ديال الجزائر اليوم، بغاو يدخلوا في العلاقات او في القرارات السياسيه ديال الدول. المغرب علاش تطبعي مع اسرائيل؟ اسبانيا علاش تطبعي مع المغرب؟ سوقك. ولكن الجميل هو ان اسبانيا ما مسوقاكمش. وزير الخارجيه ديال اسبانيا قال الناس المعنيين بالرد على الجزائر، لانك ماشي شغلك. حاجة واحدة اللي عندك ما بين يديك وهو الغاز، عندك الغاز، هو الورقة اللي عندك تخيل راسك انك ممكن تضغط بها على الدول، في حين ان الدول اليوم اسبانيا اللي كانت ذاك العام 2021 تعتمد على الغاز الجزائري كرقم واحد، يعني الدولة المصدرة او الدولة التي تستورد منها اسبانيا كمرتبة اولى الغاز كانت الجزائر. ولكن مع بداية 2022 تغيرت الأمور وانتبهت إسبانيا، لأن الشريك الجزائري أو ما يسمى بالشريك الجزائري هو شريك مراهق لا ثقة فيه، خصوصا بعد يعني بعد ما قطعتوا الأنبوب ديال الغاز المغاربي أو ما بغيتوش تجددوا العقدة، عرفات إسبانيا بأنكم براش، بانكم كتخلطوا شعبان مع رمضان، تخلطون السياسه مع الاقتصاد مع المهم شي تخربيق لا علاقه له بالنضج السياسي والنضج القائم بين الدول. لهذا اختارت اسبانيا امريكا او الولايات المتحده الامريكيه كالمصدر او المورد الاول للغاز الى اسبانيا. اذا اسبانيا اليوم راه ما محتاجاكمش، واسبانيا فاش اختارت المغرب واختارت انها تعترف بمغربيه الصحراء، ماشي هاد الحسابات كلها ضربه لهم الحساب، وضربه الحساب بهذا الملف ديال الغاز، وكل شيء ضربت ليه الحساب، ولقات راسها بانها رابحه مع المغرب وخاسره اذا بقيت مع الجزائر. الغاز عطى الله من يجي، ولكن علاقه الجوره وعلاقه التاريخ مع المغرب، علاقه يعني المغرب عنده منين الوليه للدين ديال بصح، وماشيش غير اسبانيا. اليوم اوروبا كلها، يعني اوروبا بعد ما المغرب مشى لدول اوروبا الشرقيه فيشغراد واعترفت بمغربيه الصحراء، وبعد الموقف الفرنسي على الاقل ديال الدوله او حزب ماكرون المدعم لمغربيه الصحراء، وبعد موقف المانيا، وبعد تلميحات بريطانيا وسويسرا والسويد، اليوم ياتي الدور على بلجيكا. مجموعة من الشخصيات العامة، فيها سياسيين، فيها صحفيين، فيها رجال أعمال بلجيكيون، داروا واحد المبادرة اليوم وأسسوا ما يسمى باللجنة البلجيكية لدعم الحكم الذاتي في الصحراء. تكتل ديال رجال معروفين في بلجيكا وفي مجموعة من الدول الأوروبية تقدم البارح الى الصحافه فيما يسمى بنادي الصحافه ببروكسل، وجات مجموعه من الشخصيات يعني مجموعه من الشخصيات المدعمه للطرح المغربي، مجموعه من الشخصيات تقول اليوم بان الموقف المغربي موقف جاد وانخرطت في الدفاع عليه، ويعني غادي يوجدوا واحد الورقه باش يعطوها للحكومه البلجيكيه من اجل الاعتراف الرسمي بمغربيه الصحراء. بلجيكا عبر التلفزيون ديالها البلجيكي اصبحت منذ مده يعني تظهر خريطه المغرب كامله، هذه اشاره من الدوله البلجيكيه
تمهيدا لاعتراف بالحكم الذاتي، ونعلم حجم المغاربة وعدد المغاربة في بلجيكا. اليوم المغاربة، وهنا كنحيي الجالية المغربية ديالنا اللي كتابعنا من بلجيكا اللي كثار وكتوصلنا الرسائل ديالكم، كنقولوا بأن رقم المغاربة في بلجيكا يعني كبير جدا، ويمكن أن يقلب الموازين السياسية داخل بلجيكا. بلجيكا، هؤلاء المغاربة سفراء المغرب، استطاعوا عبر دبلوماسيتهم الموازية أن ينتزعوا هذا الربح وهذا الانتصار الدبلوماسي المغربي. زائد هذا التكتل، هناك الحزب الاشتراكي البلجيكي اللي قال في واحد البلاغ أنه لا يمكن أن تكون بلادنا متفرجة بعدما بادرت أمريكا وإسبانيا وألمانيا في تأييد مخطط الحكم الذاتي المغربي. إذن المغرب اليوم كان جادا في لغته بعد خطاب الملك ديال 20 غشت، أعتقد اللي داز السنة الماضية، أن المغرب ما غاديش يتعاون إلا مع الدول التي تعترف بمغربية الصحراء. ما كانش عندنا اللون الرمادي، وهذا ثمار ديال هذا الخطاب بدينا كنجنيه اليوم من خلال اعتراف دول عظمى ودول كبرى، وخلينا الجزائر دوك الدول الطفيليه البسيطه الصغيره التي تقتات على رشاوي الجنرالات على حساب الشعب الجزائري. خذنا النهايه ديال هذه الحلقه، ما تنساوش الدعم ديالنا بابون، اشتراك، تفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.